مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. بنرحب بيكم في حلقه جديده من مصر النهارده. ان شاء الله يكون معانا فضيله العالم الجليل الاستاذ الدكتور علي جمعه. هنتكلم مع فضيلته على مبدا مهم جدا وفضيله مهمه جدا، هي فضيله الرحمه. الرحمه والتراحم، هنفهم يعني ايه رحمه ويعني ايه تراحم، ووضع الرحمه في الشرع نظر لها ازاي، خصوصا ان هي بتاتي في صداره القران الكريم في بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف ده معناه ايه، ازاي نتمتع بهذه الصفه والفضيله، ازاي نكون رحماء مع الاخرين، رحماء مع كل شيء في الكون. هنتعلم ازاي اللي قلبه قاسي شويه ازاي يدخل جوه قلبه الرحمه. فان شاء الله لقاء نتمنى ان شاء الله من حضراتكم متابعته، لان اكيد هيكون في اشياء احنا في امس الحاجه ليها. النهارده نبدا من اجتماع او يعني القمه، قمه الاتحاد الافريقي، الدوره العاديه ال 34 اللي عقدت عبر الفيديو كونفرنس. والرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده طبعا شارك في هذه القمه، قمة الاتحاد الإفريقي. كان دايما كل سنة طبعا بتعقد في أديس أبابا في إثيوبيا، والقيادة المصرية بتكون حاضرة وطيلة أيام القمة، وحتى قبل القمة ما تنطلق بيوم أو يومين بيكون الرئيس السيسي متواجد وبيلتقي بنظرائه الأفارقة ومسؤول الاتحاد الإفريقي. وحتى نهاية القمة بتكون لقاءات ثنائية، مش بس إلقاء كلمة مصر، ولكن اللقاءات الثنائية اللي القيادة السياسية في مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بيوليها، وبيوليها أهمية كبيرة جدا خلال السنوات الستة الماضية والست قمم الماضية للاتحاد الأفريقي تقريبا، والتواجد المصري في هذا المحفل المهم في إفريقيا وتعزيز اللقاءات الثنائية. ولكن هذا العام عام كورونا بتعقد عبر الفيديو كونفرنس. ولكن الرئيس النهاردة في كلمته ركز على مجموعة من النقاط، من أهمها تعزيز الجهود في القارة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاديات وعلى الصحة في القارة الإفريقية وعلى أمن شعوب القارة، سواء على المستوى الوطني مستوى الدول أو على المستوى الإقليمي. كمان الرئيس أكد على الدور الحيوي لعملية الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى أمور أخرى بتتعلق بسد النهضة وأمور أخرى تتعلق بالقارة الإفريقية. معنا عبر سكايب ضفنا، عبر الهاتف ضفنا العزيز سعادة السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في إثيوبيا ومندوب مصر الدائم بالاتحاد الإفريقي. سعادة السفير أسامة، مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا عمرو بيه، أهلا وسهلا بسيادتك والسادة المشاهدين. إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، الله يخليك، سعيد بالتواصل معاك وسعيد شرف لينا القوي اللي سيادتك تفضلت بيه. الله يسلم سيادتك، وموفقين، والدور اللي بحضرتك وكامل الفريق بيقوم بيه كمندوب دائم لمصر في الاتحاد الافريقي هو دور كبير، واحنا لمسناه كاعلاميين وصحفيين لما كنا بنشارك قبل كورونا، لما كنا بنشارك طبعا في القمم العاديه في اثيوبيا للاتحاد الافريقي. فاكيد الدور دور كبير. هل حضرتك شايف ان عام كورونا والقمه الافتراضيه عبر الفيديو كونفرنس، هل بالفعل قدرت تمكن القاده في ايصال او شرح كافه التحديات او سبل التعاون في القاره وكيفيه اصلاح الاتحاد الافريقي؟ انا عايز بس اكمل حاجه للتبييد الرائع اللي حضرتك تفضلت يعني بيه للتحضير للقمه الافريقيه، انه الاسبوع الماضي في اطار التحضير جرى زيارتين مهمتين للغايه. صحيح. رئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي موسى فقيه كان موجود في القاهره، صح، قضى يومين اجرى لقاءات، طبعا شرف بلقاء السيد رئيس الجمهوريه والسيد الرئيس اداله التوجيه للولايه الثانيه والتلقين والاولويات ورؤيه مصر ازاء ابرز القضايا اللي مطروحه على الساحه الافريقيه وفي الاتحاد الافريقي. تلاها على طول زياره الرئيس فيليكس تشيسكيدي، مظبوط، والديمقراطيه. فالحمد لله لم تحل جائحه كورونا دون ان التحضير المصري برضو على المستوى السياسي الاستراتيجي يكون على اعلى مستوى. عظيم. النهارده القمه بدات والسيد الرئيس تركز في بيان سيادته امام القمه على الجهد اللي ازاي القاره الافريقيه تستطيع تبقى اكثر تماسكا وتعاضدا في التصدي لجائحه كورونا واثارها. مصر قدمت مساعدات بما يقارب 6 مليون دولار لحوالي 30 دوله، ولكن سيادته تطرق الى ما هو ابعد من ذلك، مساله الفاكسينيشن وهنتعامل معاها ازاي وعداله التوزيع واستمرار الجهد والتنسيق لحد اخر
الاطار الاقتصاديه والاجتماعيه، وتجربتنا احنا يعني مثيره للاعجاب والتقدير للغايه. مصر الحمد لله خرجت باقل قدر من الخسائر وعظمت سيطرتها على الجائحه. ده عظيم جدا سعادة السفير، واكيد في ملفات اخرى، الاصلاح المؤسسي والمالي والاداري للاتحاد الافريقي وامور اخرى، ولكن المواطن المصري دلوقتي عينه في هذه القمة، وتحديدا لما بيستمع او استمع لكلمة الرئيس كان على المحور الخاص بسد النهضة، وشكر القيادة المصرية للقيادة الجنوب افريقية عن جهودها العام الماضي الرئيس رامافوزا، وكمان تطلعه للرئاسة الكونغولية العام القادم الرئيس تشيسكيدي، ان يكون لها دور في دعم طريق التفاوض في المساعي الدبلوماسية لإنهاء هذا الملف، ملف سد النهضة، والتأكيد على الثوابت المصرية. حضرتك شايف إزاي هذا التأكيد اللي جه في أثناء لقاء الرئيس برئيس مفاوضات الاتحاد الأفريقي، وأيضا في لقائه بالرئيس الكونغولي وباتصاله الهاتفي مع الرئيس الجنوب أفريقي من أيام؟ والله يا حضرتك لا أقدر أقول لسيادتك إنه السيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية بتمارس نوع يعني راقي جدا من الصبر الاستراتيجي في التعامل مع ذلك الملف شديد الحيويه لمستقبل مصر. هي تؤكد على ان احنا يعني بنبذل كل الجهد وكل المرونه ومتطلعين الى نجاح الوساطه الافريقيه، ونشكر الرئيس رامافوزا على جهده، نتطلع الى رئاسه الرئيس فيليكس تشيسكيدي واستكمال الدور، وفي نفس الوقت سياده الرئيس اكد على الثوابت المصريه الواضحه والقاطعه والتي يعني ما فاتقنا دوما بنكررها وموضوعه بوضوح امام كل القاده الافارقه، وان شاء الله الجهد مستمر، وبنتطلع كده للخطوات المقبله اللي اتخذها الرئاسه الحاليه للاتحاد. هل نتوقع انفراجه في ظل الرئاسه الكونغوليه سعاده السفير في ملف سد النهضه؟ والله فاهم، في الامور السياسيه دايما حضرتك بيبقى كل يعني رؤيه جديده بتاتي، وكل اجتهاد ربما بيحدث قدر من التنشيط، انما ما نستطيع يعني بنتابع الموقف ونتامل ان شاء الله. نعم. انه زي ما قلنا مصر بتبذي كل المرونه مع التمسك بالثوابت وخطوطها الحمراء واضحه للغايه، وجهدها السياسي على الصعيد الدولي يعني على اعلى المستويات الحمد لله الى هذه اللحظه. أنا بشكر سيادتك يا فندم كل الشكر سعادة السفير الدكتور أسامة عبد الخالق سفير مصر في إثيوبيا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي في أدس أبابا، شكرا جزيلا لسيادتك. نشوف التقرير ده عن القمة العادية 34 للاتحاد الإفريقي. إنها الدورة العادية 34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أدس أبابا، وبمشاركة من الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس بسبب الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا. الرئيس السيسي أكد أن مصر تسير عبر المفاوضات الجادة بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في مسألة سد النهضة، والانخراط بحسن النية وجدية في المسار الإفريقي للتوصل لاتفاق منشود يراعي مصالح وحقوق الأطراف المعنية. وأنني إذ أؤكد على حرصنا الشديد لحل هذه المسألة من خلال المفاوضات الجادة بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، فأنني على ثقة في قدرة الاتحاد الإفريقي تحت قيادة الرئيس تشيسكيدي في المساهمة في دفع مساعينا الرامية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة قبل تنفيذ المرحلة الثانية من عملية ملء السد. الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي تأتي في ظل فترة تموج بالتحديات على رأسها تداعيات جائحة كورونا وتنفيذ استحقاقات اتفاقية التجارة الحرة القارية واستكمال مراحل التفاوض بشأنها وتفعيل التوصيات الخاصة بالإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للاتحاد الإفريقي. هذا ما أكد عليه الرئيس السيسي. إن التفكير في التكامل القاري لا ينفصل عن الاندماج الإقليمي، فالبرنامج القاري لتطوير البنية التحتية بما يتضمنه من مشروعات طموحة مثل مشروع محور القاهرة كيب تاون ومشروع ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا يمثل حجر الزاوية الأبرز في تحقيق الاندماج والتكامل المنشودين. الرئيس السيسي أشار إلى أن جائحة كورونا تمثل تحد كبير أمام إفريقيا بما يستوجب تضامنا وتكاتفا بين الشعوب والحكومات للسيطرة عليها والحد من تداعياتها. وإننا إذ نسمن الدور الذي يقوم به كل من مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة والصندوق الأفريقي للاستجابة لفيروس كورونا
ولمجموعة العمل الإفريقية المعنية بتوفير اللقاح، فإننا نرحب بالدعوة الموجهة إلى مصر للانضمام إلى هذه المجموعة. مصر دوما تؤكد على أهمية الاستناد إلى القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي باعتباره الدستور الحاكم للدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد. من مصر، محمد عبد العال. نروح لشأن محلي ومحلي جدا، مسألة عقار فيصل. وليه احنا بنتكلم على عقار فيصل تحديدا؟ يعني بنتكلم عنه لان نموذج واقع موجود قدامنا، معاناة النهاردة بتدخل اليوم الثامن على التوالي في هذه المشكلة، المشكلة الكبيرة جدا في واحدة من اكثر المناطق ازدحاما، مش بس في محافظة الجيزة ولا في القاهرة الكبرى ولكن في مصر، منطقة فيصل ومنطقة كرداسة من اكثر الاماكن اللي فيها ازدحام، اكثر الاماكن اللي فيها عشوائية. النهاردة لازم نوجه التحية اولا للنيابة الادارية، لان النيابة الادارية النهاردة بتعلن نتيجة التحقيقات اللي كانت بدأت الأسبوع الماضي وكنا تحدثنا فيها وكان ضفنا فيها سعادة المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، اللي قالت إن هي هتفتح تحقيقات مع الجهات الإدارية تشوف إزاي وليه ما تمش التحقيق في هذا في ملف هذا العقار، إزاي دخلوا تراخيص، إزاي ما كانش بيتفتش على الأنشطة بتاعته. لقينا النهاردة بيان النيابة الإدارية اللي هنقراه مع حضراتكم. الحقيقة بيفجر مجموعة من المفاجآت، يعني من بينها إن وجود تعدي كبير من عقار كرداسة على حرم الطريق الدائري، ده مبدئيا ده كان يستوجب الإزالة وما حصلش. إيه المفاجأة التانية؟ ده اللي بيقوله النيابة الإدارية في بيانها النهاردة، بتقول عدم تحرير محاضر تعدي لعقار كرداسة، يعني ولا أكن حاجة حصلت إطلاقا. وكمان بتوصي بالتشكيل طبعا او فيما يتعلق باللجنه الهندسيه من المختصين انها تشوف هذا الامر وتنفيذ قرار لجنه المنشات الايله للسقوط المنتهيه الى هدم العقار كليا. ده نتيجه الامر ان يجب هدم هذا العقار كليا، وبالتالي مصالح الناس وفلوس الناس ربنا يا رب يهون بقى عليهم ويصبرهم، ولكن حقهم هياخدوه بالقانون، سواء من صاحب العقار او سواء من المسؤولين في الحي، حي كرداسة، اللي تهاونوا في هذا الامر. وطبعا ولو ان ومحدش يزعل مني، ولو ان كل واحد اشترى في هذا العقار وما دورش على رخصه وما فتشش ورا رخصه وما راحش سأل، هو يتحمل جزء من المسؤولية، ولكن في النهاية حقه المفروض ياخده وبالقانون. معانا عبر الهاتف سعادة المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية. سعادة المستشار مساء الخير يا فندم. استاذ عمرو مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، وبنشكركم الحقيقة على الجهد الكبير اللي النيابة الإدارية بتقوم به في التحقيق مع الجهات الإدارية المختصة، واللي واضح ان شبه الكثير من القصور في أدائها فيما يتعلق بعقار كرداسة. تمام، يعني هو زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، يمكن كان من ساعه من الاسبوع الماضي كان معالي المستشار عصام منشاوي رئيس الهيئه امر بالتحقيق الفوري في الواقعه، ويمكن هو سيادته بيتابع التحقيقات يوما بيوم. وكان البيان اللي صادر النهارده بما يخص اخر الاجراءات اللي كان التحقيق بيشتغل عليها، سواء بتشكيل لجنه من وزاره النقل علشان الجزء المتعلق بالتعدي على حرم الطريق الدائري. احنا عارفين ان الطرق ليها حرم، خصوصا الطرق السريعه بيبقى محظور البناء داخل هذا الحرم، فتبين من التحقيقات الأولية أن العقار ده مبني على حرم الطريق، فبالتالي في لجنة نيابة شكلتها من الطرق علشان تفحص الواقعة دي وتشوف لماذا لم يتم اتخاذ الإجراءات في التعدي على حرم الطريق الدائري. دي أول لجنة. اللجنة الثانية كانت خاصة بالسلامة والصحة المهنية لمراجعة الإجراءات الخاصة بوجود مخزن أحذية تكشفت عنه التحقيقات داخل العقار، طبعا بالمخالفة للقانون وداخل الكتلة السكنية وبدون أي ضوابط خاصة بما يخص تلك الإجراءات التي يعني الإجراءات المخصصة لهذا النشاط أو مثل هذا النوع من النشاط. الحاجة الثالثة كانت النيابة بتتابع تنفيذ القرار اللي أصدرته لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، دي لجنة هندسية متخصصة واللي أوصت بهدم العقار كليا، فكانت النيابة بتتابع مع الوحدة المحلية إجراءات التنفيذ طبعا بمجرد ما يكون في الإمكانية الفنية والهندسية والأمنية لتنفيذه. يعني يا فندم بالتالي هذا العقار واجب هدمه خلاص وفقا لما انتهى اليه تقرير لجنه المنشات الآيله للسقوط، ده اللي انتهى اليه التقرير الى ضروره هدمه هدم كلي، وبالتالي اجراءات بقى الهدم تتولاها اللجنه الهندسيه. طب الجزء الاخير وده كان جزء مهم جدا، ان التحقيقات هتمتد لتشمل كافه العقارات المجاوره للعقار محل التحقيق،
لمراجعة الملفات الخاصة بها إن وجدت. بس دول كتير يا فندم، يعني ما أكثر من المخالفات في حي فيصل؟ إحنا بنتكلم على الأقل في نطاق المنطقة اللي إحنا بنتكلم فيها، وإذا كانوا كتير فيمكن حضرتك أكيد كنت متذكر من المرة اللي فاتت إحنا دعينا المواطنين للإبلاغ عن أي عقار مخالف. صحيح إحنا هم ساكنين فيه يا فندم، هيبلغ على العقار اللي هو فيه. في هتلاقي في حضرتك مواطنين هتبلغ بتبقى متضرره من العقارات المخالفه دي، لان ده هيبقى اذى ويمس الارواح وسلامه المواطنين واموالهم وامنهم الاقتصادي والاجتماعي ككل. طبعا. هي الفكره في ايه يا استاذ عمرو؟ احنا عارفين ان احنا امام ظاهره يمكن استفحلت في الفتره السابقه 40 سنه بالظبط. احنا بنحاول ان احنا يعني حتى لما القانون صدر بيتضمن واقع الاجراءات الخاصه بالتصالح في اشتراطات معينه، مش ممكن يبقى في تصالح على عقار بيهدد حياه الساكنين او بيبقى في انشطه مخالفه للقانون او مبني على اراضي زراعيه او من هذا القبيل. فبالتالي فحص كل عقار على حده ومراجعه الاشتراطات الخاصه به وصولا الى ان احنا ما نوصلش لمرحله رد الفعل، بل بالعكس يبقى في مرحله الفعل موجوده من الاول حتى نضمن عدم تكرار مثل تلك الازمه والمشكله. طيب. والحمد لله ما كانش فيها خساره في الارواح. الحمد لله. سياده المستشار، ويعني خليني انقل لحضرتك يعني اللي بيدور في اذهان ناس كتير. ناس كتير بتقول اذا كان الراجل سين مالك هذا العقار يعني تجرأ وبنى على حرم طريق او بنى بالمخالف او ولكن هو بيتحاسب، ولكن فين الجهات الاداريه؟ فين مسؤول الاحياء اللي غضوا الطرف واللي تعاونوا ربما واللي تساهلوا اكيد في هذه المخالفه وغيرها من الاف المخالفات؟ هل في اجراء؟ هل الموقف اللي احنا فيه في عقار فيصل ممكن يكون بدايه جديده او نهايه لمرحله قديمه من قبل المحليات؟ هو التساؤل اللي حضرتك بتطرحه ده هو تحديدا ما تقوم به تحقيقات النيابه الاداريه اليوم، وعلشان يعني كمان الصوره تبقى واضحه، النيابه الاداريه قامت بفتح تحقيق بأمر مباشر من معالي المستشار عصام منشاوي رئيس الهيئة بدون انتظار البلاغ الرسمي، يعني بمجرد رصد الواقعة فتح التحقيق مباشرة في المكتب الفني لرئيس الهيئة. فبالتالي هو ده شغل النيابة الإدارية، هي محاسبة المسؤولين المختصين عن تنفيذ الإجراءات أو عن الإهمال في اتخاذ تلك الإجراءات متى تكشف التحقيق عن مسؤولياتهم. ما يخص مالك العقار أو سكانه ده طبعا اختصاص أصيل للنيابة العامة بعيدا عن النيابة الإدارية. طب احنا بنتكلم على الموظفين، موظفي الاحياء اللي طبعا ما نقدرش نعمم، في ناس افاضل وفي ناس بتقوم بدور على اكمل وجه وفقا حتى للامكانات، ولكن اللي تساهل او غض الطرف الان هو محل او قد يكون حتى مستقبلا امام التحقيق في هيئه النيابه الاداريه، مش كده يا فندم؟ بالفعل، وهذا ما ستكشف عنه التقارير التي سيتم تسليمها للنيابة لتبدأ بعدها النيابة مباشرة في تحديد مسؤولية كل من تورط في هذا في حسب اختصاصه طبعا وحسب المدة الزمنية اللي كان موجود فيها. طيب هل يا فندم أنا دلوقتي وأنا أرقام التواصل مشكورين حضراتكم في البيان السابق كنتم ذكرتم أرقام التواصل سواء تليفون أو واتساب أو خط ساخن أو إيميل وكل ده ظاهر أمامنا على الهواء. لو حد من الناس المشاهدين الأفاضل دلوقتي عنده شكوى في العقار اللي هو فيه أو في لو صاحب العمارة بنى دورين ثلاثة بالمخالف ومش عايز يسمع كلام السكان، أو جنب عقار زي ما حصل في اسكندرية النهاردة بالمناسبة عقار سبب مايل فأخله خمس عمارات جنبه، هل ده يا فندم أقدر إن أنا أشتكي وبالتالي أقدر أشتكي مسؤول الحي، أقدر أشتكي مهندسي الحي وبالتالي هيتحقق معاهم ولا لأ؟ وبالفعل الأرقام المخصصة للنيابة الإدارية هي بالفعل بتتعامل مع هذا النوع، يعني الاتجاه بتاع النيابة الإدارية بيبقى متضمن الموظف العام المسؤول عن اتخاذ تصرف ما أو عن الامتناع عن اتخاذ تصرف ما أوجبه عليه القانون. فبالتالي ده الاختصاص الأصيل للنيابة الإدارية. يعني حضرتك لو المواطن اشتكى أنا ما بحققش مع المالك، المالك ده ليه جنحة بتنظيمها النيابة العامة، أنا بحقق مع الجهة الإدارية اللي تابع اللي بيقع العقار في النطاق بتاعها اللي ثابته يبني بالضبط، المسؤولين بتوعها، المهندسين بتوعها، المسؤولين المشرفين عليهم، وكل من كان يتعين عليه وفقا للقانون ان يتخذ اجراء وتقاعس عنه. طب احنا امامنا يا فندم على الهواء دلوقتي، وانا اسف ان انا اطلت على سيادتك سياده المستشار، ولكن الفيديوهات الخاصه بعقار اسكندريه المائل النهارده بتاع كوم الشقافه اللي مايل واضطرت الحمايه المدنيه والداخليه انها تفضي خمس عمارات، مش عمارات، خمس ابراج جنبه عشان لا قدر الله لو حصل حاجه ما يقعوش وفيهم سكان. هل دلوقتي اي حد يقدر، وهل انا ممكن كمذيع اقدر اتقدم لسيادتك في النيابه الاداريه ببلاغ ضد المسؤولين في الحي، ما اعرفش هو حي ايه اللي في منطقه كوم الشقافه، نقدر نتقدم ببلاغ في فتح تحقيق في العمارات او الابراج المبنيه في اسكندريه بالمخالفه؟
بالفعل يا فندم، هو مجرد إثارة الموضوع في البرنامج عند حضرتك، إحنا في إدارة الإعلام بنرصده وهيعرض في التقرير الصباحي على معالي المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة، اللي هيوجه سيادته بما يتم اتخاذه في هذا الشأن في ضوء الفحص الظاهري اللي الإدارة هتعمله. طب إحنا عشان نكون برضو عندنا دقة، هو حي غرب اسكندرية، وبنشكر سيادتك يا فندم وسيادة المستشار عصام المنشاوي يعني رئيس الهيئة، لو فعلا تم فتح تحقيق مع مسؤول الحي غرب اسكندرية في هذا الملف يعني. شكرا. وانا لا ليا ناقه ولا جمل ولا حتى من اسكندريه يعني، فبس ولكن ده صالح عام يعني. بنشكر سيادتك فندم سياده المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابه الاداريه، شكرا جزيلا على كل جهد امين وكل جهد صادق في هذا البلد بيشتغل عشان يصلح خلل كان موجود من اكتر من 40 سنه، وللاسف الناس بتستمرئ هذا الامر وتستسهل هذا الامر وبتزود فيه، والنتيجه موجوده النهارده في اسكندريه في كوم الشقافه، وموجوده بقى لها 8 ايام عايشينها في الطريق الدائري في فيصل. نروح لمحيط عقار فيصل، معانا زميلنا محمد خالد. يا محمد تحياتي ليك، وارجوك يعني قول لنا الاجواء عندك عامله ازاي، خصوصا بعد ما عرفنا من النيابه الاداريه دلوقتي ان اللجنه الفنيه الهندسيه اوصت بهدم العقار. أكيد في كردون أمني، أكيد أصحاب العقار والعقارات المجاورة، أكيد الناس النهاردة يعني منشغلين بهذا القرار. مساء الخير عمرو، مساء الخير على كل السادة المشاهدين. يمكن أنا دلوقتي أمام العقار، عقار فيصل المحترق، أخيرا بعد أكثر من 7 أيام على هذا الحريق، يمكن ألسنة النيران انتهت تماما، وبيشهد العقار الآن يمكن عدد من الأدخنة فقط، ويعني المحيط بالكامل بيشهد تشديد أمني مكثف وكردون أمني مكثف يا عمرو، وإخلاء لعدد من يعني العقارات المجاورة مباشرة لهذا العقار. يمكن في الأيام السابقة كنا بنشهد يعني العقارات الممتدة على هذا العقار بتصل لمدة 1 كيلو متر تقريبا، جميعها كان تم إخلاءها من السكان، لكن اليوم يمكن على مرمى البصر بأرى عدد من المواطنين بدأوا بالفعل بالرجوع إلى مساكنهم المحيطة وليس المقتربة من العقار فيصل المحترق، ويعني العديد منهم كما أرى يعني رجع بالفعل إلى منزله. لكن عقار فيصل المحترق يمكن كما ذكر اليوم في بيان النيابة الإدارية بانه سيتم هدمه بالكامل طبقا لي يعني لما تحدثت مع احد من عناصر القوات الحمايه المدنيه، لن يتم هدم العقار على الفور، بل سيتم يعني ذلك بعد مده من الوقت حتى تخمد او يعني يخمد هذا. طيب محمد، هل سالته بالنسبه لمتعلقات الناس، يعني الناس اللي نزلت من الشقه وفيها فرشاها وفيها هدومها وفيها لو حاجات يعني غاليه، هل الناس هتقدر تطلع؟ السكان اللي هو اعتقد 15 شقه تقريبا اللي ساكنين، هل ال 15 اسره دول هيقدروا يطلعوا ياخدوا محتوياتهم من ال 15 شقه ولا لا؟ حتى الان لا، الا بعد يعني مجيء اللجنه الهندسيه مره اخرى لبحث العقار بعد يعني خمود هذه يعني الدخان الذي يتصاعد امامي حتى هذه اللحظه بالعقار بعد خمود السنة النيران، ليس يعني لديهم علم بموعد محدد لهذا يعني الشيء، ما حدش يعرف اي شيء بخصوص عوده الملاك، او ربما احد يعني المهندسين او رجال الحمايه المدنيه يستطيعوا يعني اخذ متعلقات المواطنين الذين كانوا يسكنون هذا العقار، لا يوجد اي معلومات واضحه بشان هذا الامر. اشكرك يا محمد، شكرا جزيلا زميلنا محمد خالد من محيط عقار فيصل او عقار كرداسة بقى او الطريق الدائري ايا كان اسمه، يعني ربنا يعوض الناس يعني اللي هي اللي دافعه فلوسها، بنتكلم على يعني الاقل 400 500 الف جنيه في الشقه، بنتكلم في 100 شقه، شوفوا بقى حضراتكم الملايين المدفوعه في هذا العقار غير المخزن غير، فخسائر الحقيقه بالجمله، وكل ده هو نتيجته التهاون، نتيجته ان انا اروح اشتري زي ما بيقولوا كده سمك في ميه، بالعكس ده انا اروح اشتري سمك ميت، يا ريته سمك في ميه، ده لو سمك في ميه هنزل اصطاده، هنزل اطلع السمك، انما ده واحد بيشتري حاجه ميته، يعني عقار اما ان هو كان يقع لا قدر الله لا قدر الله على الناس وربنا قدر ولطف، او ان هو يجي له قرار ازاله لان هو على حرم الدائري، فيعني لعل ده درس لكل واحد فينا بيشتري اي شيء، يسال يدور لان حاطط فيها تحويشة عمره، حاطط فيها مبلغ مش قليل خالص، فكمان عشان ده يكون واضح
ان ده سبب من الاسباب اللي الدوله كانت بتفتح فيه الملف الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، ازاي يتم التعامل مع هذه الملفات انها ما تتكررش تاني لما يكون في عقوبه ويكون في غرامه، ان جزء من حصيله الغرامات اللي اتحصلت عشان تروح عشان توصيل حنفيات مطافي، لا قدر الله لو عقار من هذه العقارات مثلا اتحرق يبقى في يقدر عربيه مطافي تدخل، يقدر يكون في طفايات موجوده ولا اللي هي البتاعه بتاعت الميه دي انها تكون موجوده عشان لو تم استخدامها. قدر الوطف ان العقار ده على الدائري في البراح في الوسع، ان هو مش جوه الشوارع وشوارع فيصل حاجه كده 4 متر و5 متر، يعني تخيلوا حضراتكم لو كان ده حصل وكله لازق في بعضه 11 دور و12 و13 دور. قدر الوطف، قدر الوطف، ربنا يا رب يصبر الناس اللي ليها شقق في هذا العقار. ده بياخدنا لملف اخر، مساله حياه كريمه. النهارده مؤسسه حياه كريمه كان ليها بيان اعلنت عن فتح باب التقدم للمشاركه في كل الانشطه الخاصه بالمبادره الرئاسيه اللي انطلقت عشان تطوير قرى الريف المصري. يعني في محاوله جاده رئاسيه لتطوير الريف المصري بالتوازي مع اصلاح الخلل الرهيب والفادح اللي حاصل في العمران في المدن المصرية. مبادرة للتطوير في 20 محافظة، قرى 20 محافظة بتشمل 51 مركز، 1500 قرية. النهاردة بتفتح الباب للناس عشان تشارك. المؤسسة بتأكد في بيانها أن هذه الخطوة بتأتي إيمانا بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتوفير حياة كريمة لأهلنا في الريف المصري. المبادرة بتشير إلى أنها بترحب بكل المتطوعين، كل واحد عايز يعمل خير ويشارك عشان يوصل للناس مية نظيفة زي دي، تقدر بنت ان هي تلاقي مية، تقدر سيدة انها تلاقي مية بدل ما تروح تملى مية من وتشيل المية من على بعد قد ايه، يكون في سقف، يكون في حياة كريمة في اكتر من 1500 أسرة. ادي امام حضراتكم المتطوعين اللي بنشكرهم يعني مبدئيا على هذا الجهد، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. نستأذن حضراتكم نخرج لفاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا وقفات كتير مع حضراتكم، خليكم معنا. بلغ الأهلي مراده بالوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية بتغلبه على الدحيل القطري ليكون في مواجهة مرتقبة مع بايرن ميونخ الألمانية. جماهير الأهلي كانت سعيدة بالصعود رغم الأداء الذي لم يقنع بعضا من جماهيره، لكن آخرون رأوا أن الفوز هو الذي انصبت أعينهم عليه لمواجهة بطل أوروبا. بالنسبة للدحيل ما كانتش فرقة اللي هي قوية قوي، بس احنا اديناها أكبر من حجمها. كان أداء الشوط الأولاني حلو بس تراجع الشوط الثاني كان سيء جدا. بايرن دلوقتي يعتبر من أقوى الفرق على مستوى العالم باللعيبة اللي موجودة فيه، بفرقة بالاحتياط اللي موجود فيه يعتبر فرقة تانية. بس احنا بنأمل إن احنا نعمل أداء مشرف في ماتش بايرن. عندما تعبر من دور إلى آخر في بطولة مجمعة فإنك لن تفكر كثيرا بأخطائك أو فرصك المهدرة، سيكون اهتمامك منصبا على خصمك في الدور المقبل، ولكن إذا كان الموعد التالي مع العملاق البافاري بايرن ميونخ فسيتوجب عليك أن تزيح عن كاهلك كل ضغط وتلعب للتاريخ. الفرقتين عندهم قاسم مشترك إن هم بطل الثلاثية سواء الأهلي أو بايرن، وبايرن ميونخ رايح عشان يفوز بكأس العالم للأندية ويحقق السداسية اللي هي بيجمع فيها بين الدوري وكأس في بلده، دوري أبطال أوروبا، سوبر أوروبي، سوبر ألماني، وبيختمها بكأس العالم للأندية. صفحات بايرن ميونخ على تويتر كان لها رأيها بعد فوز الأهلي على الدحيل القطري لتداعبه بأن اللقاء سيكون 8-2 المقبل، وهي نفس النتيجة التي تغلب فيها البطل البافاري على برشلونة في دوري أبطال أوروبا الأخيرة كما رآها كثير من عشاق القرى. آخر ماتش البايرن لعبته مع برشلونة تقريبا كانوا كسبينهم 8-2، فهل دي بقى علامة أو كده؟ لا ما أعرفش، هنشوف. لكن صفحات الأهلي ردت عليهم بأن نسور الأهلي جاهزة للمواجهة المرتقبة في ظل المشاركة السادسة لبطل إفريقيا في كأس العالم للأندية. أنا زملكاوي بس مع الأهلي، طالما الأهلي بيمثلنا برا يبقى أنا أهلاوي. ضرب الأهلي موعدا للتاريخ مع بايرن ميونخ في نصف النهائي لكأس العالم، فلاعب الأهلي ليس لديهم ما يخسرونه، فإن ما فعله أسلافهم سيكون بالتأكيد ملهما لهم للوصول إلى بطل أوروبا وألمانيا والذي يعد أقوى فرق العالم حتى الآن. من مصر ياسمين جبريل. عموما برضه احنا ما بنخافش،
هيحط لنا الادمن بتاع بايرن ميونخ يحط لنا صوره ليفاندوفسكي، يحط لنا صور نوير، العضلات، صور جنابري. احنا ما بنخافش يعني، احنا مش خايفين اطلاقا من الموضوع ده. في النهايه هي كره قدم والكل بينبسط، حتى الروح الدعابه اللي موجوده ما بين حتى المصريين ومشجعي الاهلي والزمالك والاسماعيلي، الروح دي نفسها هي روح لطيفه. فهو ده الهدف من الرياضه، ان الناس تتبسط بدون تعدي بدون اي شيء. يعني يعني اهو الراجل بتاع بايرن ميونخ الصفحه اللي بالعربي بتاعتهم راجل فهمنا قوي، فبيقول ايه؟ لا تخافوا ولكن احذروا. يقول احنا مش خايفين يعني، هتعملوا فينا ايه يعني؟ اذا كان برشلونه اتغلبت 8 يعني، توتنهام مش هيل 7 السنه اللي فاتت ولا حاجه. فخلال الله خلال الله، احنا بينا وبين ربنا عمار، وان شاء الله تعدي على خير. نروح لقطر، معانا ضيفنا عبر سكايب الناقد الرياضي الاستاذ عبد العزيز ابو حمر، الصحفي المصري بجريده استاد الدوحه. يا استاذ عبد العزيز، مش انت معايا برضه في الراي؟ يعني هنخاف من ايه؟ هنبقى يعني اشد من برشلونه عليهم يعني، اللي شالوا منهم 8. مساء الخير. مساء الفل. مساء الخير عليك وعلى كل الساده المشاهدين لقناه سي بي سي وهذا البرنامج اللي بيحمل اسم عزيز من مصر. أنا سعيد جدا بإني أكون معاكم النهارده. حضرتك واجه من مصر في الدوحة. الحمد لله رب العالمين، وأنا يعني عايز أقول لك الحمد لله على السلامة، وعايز أقول للإخوة اللي في الإعداد اللي عملوا التقرير الجميل جدا اللي هو قال كل حاجة، ما خلناش لينا حاجة نقولها، تقرير شامل ولطيف وظريف وأنت أنهيته بالكلام الحلو. طبعا إحنا مش شايفين من حاجة، أكيد بالتأكيد ما فيش اي حاجه احنا كمصريين او كاهلاويه نخاف منها في هذا الموضوع. طبعا هو الموضوع نفسه، هو الموضوع، هي المباراه هي الموضوع يا عم. المباراه هي ان الاهلي يكون في هذا المقام العالمي، هو ده الموضوع. انت بتصل لكاس العالم، اوكي مش عشان التمثيل المشرف وهو مش، لكن انت بتصل لكاس العالم لانك تستحق ان تصل لكاس العالم للانديه، لأنك بطل أفريقيا. ما يأتي بعد ذلك بتاخده خطوة خطوة. الخطوة الأولى أنتوا تكلمتوا فيها، وأيضا حتى آراء الناس اللي حضراتكم جبتوهم يعني قالوا برضو الآراء المحترفة أو المتمرسة أو إنه أهم حاجة أن الأهلي فاز. والأهلي أيضا أنا كنت شايف، أنا كنت في الملعب طبعا، الأهلي لم يكن يعني بهذا السوء أمام فريق في ماتش الدحيل، في ماتش الدحيل أمام فريق، أنا يعني مش عشان أنا بقى موجود في قطر، لكن أنا بتابع الكرة القطرية من زمان، أمام فريق قوي، الفريق ليس فريق ضعيف يا جماعة. لا الشوط الثاني طبعا كان واضح ان هو فريق قوي، عنده دكه كويسه جدا، عنده عناصر مميزه، ولكن المدرب صبري لاموشيه كان ليه رؤيه في الشوط الاول، فما بانش بمستواه في الشوط الاول برضه. صحيح، لكن الاهلي ايضا احنا قلنا ايه قبل المباراه عمرو؟ لو انت متابع الاهلي في الدوري، في المباريات في الشوط الاول، واسمح لي عشان شويه نقطع احصائيات، الاهلي ما كانش بيسجل. مظبوط. الاهلي 4-5 مباريات لم يسجل في الشوط الاول حقيقي، ودي وعلى فكره دي ظاهره الاهلي السنه دي. النهارده انت لما تلعب النهارده ماتش الدحيل، قلنا قبل الماتش الاهلي لازم يخلص الماتش في الشوط الاول، الاهلي كاد ان ينهي على الماتش في الشوط الاول لولا يعني انا برضو كنت قاعد قدام الكره بتاعه بواليا كده والوحيد كله هلل. انا طبعا هللت على الجول الاولاني، قلت لهم يا جماعه انتظروا لانه الفار وكاد يعني بحاجه بسيطه جدا بفريكشن بار يعني حاجه جزء من الثانيه زي ما بيقولوا، وبالتالي فان الاهلي كاد ان ينهي المباراه في الشوط الاول. فاحنا يعني عايزين ننظر للامام، والامام هو بطل اوروبا. الان نحن امام حقيقه، هي بطل افريقيا امام بطل اوروبا في ساحة عالمية بتجسد ليس فقط اسم الأهلي وعراقة الأهلي والكلام ده كله، ولكن بتؤكد أن مصر موجودة على الساحة طبعاً. في كل الرياضات. طيب بمناسبة مصر موجودة، الصحافة القطرية وأشقائنا المواطنين القطريين إزاي شايفين جمهور الأهلي؟ الروح اللي موجودة في الملعب، الروح اللي موجودة في الاستاد، اللي كانت موجودة في المطار واستقبال البعثة، شايفين الأجواء دي إزاي في الملاعب القطريه؟ انا عايز اقول لك انه طبعا معظم الصحافه المكتوبه هنا هي معظمها مصريين، ادي حاجه. الحاجه الثانيه انه القطريين نفسهم لو كان اي فريق تاني غير الدحيل كانوا كلهم شجعوا الاهلي. وانا بقول لك بدون يعني، حتى لو فريق عربي تاني
كانوا هيشجعوا الاهلي عشان شعبيه الاهلي. النهارده شعبيه الاهلي، وايضا يعني احنا على مستوى الشعب احنا برضو بنقول انه في ود وفي محبه وفي حاجات كتير، في قواسم مشتركه كتير حقيقه. وانا يعني انا قبل قطر كنت في عمان 14 سنه ايضا. انا مش بقول الكلام، انا بقول الكلام على احنا شفنا ده يا فندم. يعني لما احد اللاعبين يعني بعد الماتش طلع قال تصريح غير موفق، شفنا كم من اللاعبين السابقين القطريين اللي طالعين يتكلموا عن قيمه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، وده طبعا يعني هو ده المتوقع، يعني هو ده في النهايه المتوقع. انا هقول لك على المعز بحكم ان نعرفه، وانا يشرف وهو بيتابعني على تويتر وانا بتابعه على تويتر طبعا للشرف، وانا اعرفه شخصيا من لما كان لاعب يعني تحت السن لسه يعني المعز. انا اقول لك بكل امانه هي خبصت منه. هو لم يقصد المعز في الفتره الاخيره قيل او قال التقارير انه سينتقل من الدحيل، مش عايزين نبعد بعيد عن الموضوع، لكنه سينتقل يعني تمام. واضح 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 طبعا. انا مع حضرتك استاذ العزيز، واضح ان هو نازل مضغوط لانه ما بداش، وصبري لاموشيه واخد منه موقف ما حطوش في التشكيل الاساسي، فهو نازل مشحون. انا مع حضرتك يعني وهو على كل غير موفق، على كل متفق انه تصريح غير موفق. عموما يعني احنا نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. الحقيقه المسانده والاجواء عظيمه جدا، فانا والمتابعه كمان، وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الرياضي المحترم الاستاذ عبد العزيز ابو حمر الصحفي المصري بجريده استاد الدوحه القطريه، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. نروح بسرعه الخبر متعلق بكورونا. النهارده الواشنطن بوست نشرت تقرير الحقيقه مخيف، او مش عايز اقول مخيف ولكن مقلق شويه بالنسبه للناس امثالي اللي لسه خارجين من كورونا او متعافين من كورونا، واللي كنا متوقعين ان الامر هيبقى فيه مناعه او حصانه شويه لفتره لشهور، وان ده افضل حتى من اللقاح. ولكن فوجئنا النهارده بالواشنطن بوست بتقول لا، التجارب السريريه اللي تم تنفيذها خلال الفتره اللي فاتت قالت الكلام ده غلط، وان الناس اللي اصيبت او المتعافين من كورونا ما زالوا عرضه للسلاله المتحوره اللي ظهرت مؤخرا في جنوب افريقيا. يعني الحقيقه حابين نعرف مدلول ده ايه، هنفهم معنى ده ايه من الدكتور محمد منشاوي مستشار وزير التعليم العالي لشؤون العلاقات الخارجيه عضو اللجنه العليا للبحوث الاكلينيكيه. دكتور محمد مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء النور يا فندم، ومساء النور على حضرتك وعلى الساده المشاهدين يا استاذ عمرو. يعني تعليق حضرتك يا دكتور ايه على هذا الامر؟ هل بالفعل يعني وفقا لما نشر بان المناعه او الاجسام المضاده اللي بتتكون في اجساد المتعافين من كورونا لا تقينا او لا تقيهم من السلاله المتحوره؟ استاذ عمرو احنا لسه كورونا كل شويه بنكتشف حاجات جديده، علشان كده هتلاقي حيك البحث العلمي شغال، وكل يوم بتلاقي فيه أبحاث جديدة وبتطلع نتائج جديدة، وده بيبين لنا أهمية البحث العلمي، علشان كده احنا في مصر مهتمين. فآخر حاجة اللي لسه حيك كنت بتذكرها بيدل على ان احنا لسه محتاجين شغل أكتر علشان نقدر نفهم المرض كله ونفهم الكوفيد وهنتعامل معاه ازاي، وده فعلا اللي احنا بنعمله حاليا في مصر. طيب الأبحاث بتاعتنا أقدر أقول لحيك مثلا ان فضل فضل أرجوك، احنا لغاية مفيش من ساعة احنا مطلعين اكتر من 910 بحث في المجلات العالمية طالع من مصر. طب قول لي واحد من هذه الابحاث يا فندم اللي حضرتك شايف ان هو قد يكون في خبر جديد او بشرة او يمثل فارق في مواجهة كورونا. احنا الابحاث بتاعتنا يا استاذ عمرو الميزة اللي فيها انها متنوعة، يعني انا عندي في ابحاث متركزة على بعض الامراض، التأثير كورونا مع بعض الأمراض، التأثير بتاع استخدام بعض الأدوية، وهتلاقي أن ده منعكس على البروتوكول العلاج اللي كل شوية بيحدث في مصر. نحن الحمد لله ماشيين، فتلاقي مثلا أحد الأبحاث اللي كان يتكلم على أحد الأدوية، مش عايز أذكر أسمها، ولكن إحنا ابتدينا ندخله جوه البروتوكول العلاج اللي هو المادة العلمية اللي هي بتاعت الفيرمكتين مثلا. بالظبط بالظبط، هتلاقي ده في البروتوكول فعلا هي مثلا فمصر ده دخل جوه البروتوكول على طول، بس ده نتيجه ابحاث شغاله في مصر. هتلاقي برضو الشغل اللي حصل في مصر على الكورتيزون
هتلاقينا برضو شغالين على الموليكولر بيولوجي بتاعه والجزيئيات بتاعه الكوفيد 19. احنا مثلا طلعنا حتى يعني فندم حضرتك ماشي عشان توضح لي الجزئيه دي، لان انا لما خدت هذا العلاج الشهر اللي فات في نفس الوقت اللي انا كنت واخد العلاج وفقا لبروتوكول وزاره الصحه، كنت بقرا على المواقع الاجنبيه ان بداوا يستخدموا في جدل بره على استخدام هذا الدواء، وان هو طوق نجاه لتخفيف الاعراض في الفتره الاولى من كورونا، في حين ان احنا كنا بداناه. هل ده نتيجه للبحث العلمي اللي وزاره التعليم العالي والبحث العلمي قامت بيه عشان كده كان عندنا الجراه في ادخاله في البروتوكول بهذا الشكل؟ ايوه طبعا، عملنا الكلينيكال ترايلز بتاعتنا ودخلنا واشتغلنا عليه واثبت نتائج ونشرناها في احدى المجلات العلميه، لان النشر مش حاجه سهله يا استاذ عمرو. انت علشان تنشر نشر علمي في لازم طبعا انت عارف حضرتك في احدى المجلات الكبرى وبيتعمل له تقييم لهذا البحث، فلما اتنشر ده بيدل على انك انت ماشي في الطريق الصحيح. فاول ما اتاكدنا من النشر ومن النتائج بتاعتنا على طول دخلناه جوه البروتوكول، والحمد لله النتيجه اظهرت ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح. طيب، علشان كده دخل جوه البروتوكول العلاج بتاعنا. هل الابحاث بتقول ان في امل قريب او نلاقي لقاح مصري مثلا؟ الابحاث احنا شغالين على الموضوع ده، والموضوع ده مهم جدا بالنسبه لنا. لقاح مصري، اللقاح المصري. احنا في لجنه مخصوص مخصوص بتتابع هذا الموضوع. احنا بناخد كل الخطوات الهامه علشان نطلع بهذا اللقاح ونبقى متاكدين من الفعاليه بتاعته 100%. عظيم. ولكن هقول لحضرتك احنا في بعض التحفظ، ولكن علشان نبقى ضامنين 100% الافكاسي بتاعه اللقاح ده بالذات. طبعا. في الحته دي انا بشكر سيادتك فهم، شكرا جزيلا دكتور محمد الشناوي عضو اللجنه العليا للبحوث الاكلينيكيه مستشار وزير التعليم العالي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا الخبر الجميل. واحنا بنتكلم في كورونا وبنتكلم على الاطقم الطبيه، الحقيقه لازم نشكر الحكومه ونشكر تنسيق شباب الاحزاب اللي فكرت انها تعمل عمله تذكاريه لتكريم الاطباء والتمريض والفنيين اللي هم الجيش الابيض اللي بيواجهوا كورونا. زي ما حضراتكم كده شايفين ادي فئه الجنيه، والصوره اللي كانت منتشره الطبيب والتمريض والطبيبه والفنيه والمسعف، الصوره الحقيقه جميله، عمله فئه الجنيه لتكريم وال50 قرش لتكريم الاطقم الطبيه. معايا على التليفون الاستاذ اكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ وتنسيق شباب الاحزاب. استاذ اكمل شكرا جزيلا الحقيقه على الفكره الجميله دي. الشكر الحقيقي لأبطالنا رموز العملة الوطنية الفرق الطبية، وده أقل واجب نقدر نعمله من تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، ودي بداية لمجموعة من الأفكار والمبادرات لدعم الفرق الطبية، إن كان في الدعم المعنوي زي العملة أو في الدعم التشريعي في رفع كفاءة المنظومة الطبية وحل بعض المشاكل اللي بتقابل الفرق الطبية. طب ما تقول لنا كده يا أستاذ أكمل، دي أخبار حلوة زي البرلمان بقى بيفكر في تحسين ظروف العملية والشخصية للهيئة الطبية في مصر. احنا طبعا كنواب شيوخ عن التنسيقية عندنا مجموعة من الدراسات احنا يعني عاكفين عليها دلوقتي مع اللجان النوعية جوه التنسيقية على كيفية دراسة المشاكل اللي بتقابل الفرق الطبية، واحنا بنتكلم على الفرق الطبية هنا زي ما حضرتك قلت الأطباء، الصيادلة، المسعفين، التمريض، الفنيين، الأخصائيين، الإداريين اللي موجودين إداريين. جوه المستشفيات. دي منظومة متكاملة، فاحنا دلوقتي كمان بندرس فكرة تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بدل ما هو على 10 سنين عايزين نخليه على مدة أقل، لأن المواطن المصري يعني زي ما الرئيس أطلق كده حملة الحياة كريمة، فاحنا برضو عايزين صحة لكل المواطنين، فالتأمين الصحي يبقى شامل، إن ده بيرفع عبء كبير جدا من على المواطن في تكلفة العلاج. برضو الفرق الطبية احنا بندرس مشاكلهم وهنعمل جلسات استماع معاهم ومع النقابات كنواب شيوخ علشان نشوف ايه المشاكل اللي موجودة في التشريعات ونحاول نحلها، وكمان نحاول احنا عندنا مبادرة موجودة في التنسيقية دلوقتي بنجهز لها، هي فكرة ازاي نقدر نعمل لهم كمان دعم تعليمي، ازاي وهو شغال يقدر يزود من تعليمه ويتعلم اكتر وياخد زمالة من كليات الطب العالمية او كليات التمريض وخلافه. فاحنا في التنسيقية مستمرين في دعم اي بطل، طبعا الدعم الاول لابطالنا من الفرق الطبية، لكن اي جناح موجود في مصر وطني يخدم البلد احنا في التنسيقية ندعمه
ويعني نحاول بكل ما أوتينا من قوة إن إحنا يعني نزلل العقبات. وده يا فندم الحقيقة ده توقعنا وده ظننا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحقيقة اللي فيها كوادر وعناصر شابة وعناصر من انتماءات حتى حزبية وفكرية واجتماعية ومهنية مختلفة. فشكرا جزيلا لحضرتك أستاذ نائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. نروح لبعض الفاصل إن شاء الله نستقبل فضيلة الدكتور علي جمعة ونتكلم على فضيلة الرحمة. خليكم معانا، ده موضوع بكل تأكيد مهم. برحب بحضراتكم مرة أخرى، وجي معادنا ولقائنا الأسبوعي مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. فالدكتور السلام عليكم وأهلا وسهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك الأخ عمرو. شكرا جزيلا لفضلتك. احنا الأسبوع الماضي في الدكتور ومشاهدين الكرام اتحدثنا مع فضلتك عن مفهوم حسن الظن بالله، وتعلمنا الحقيقة منه كتير في هذا المفهوم من خلال فضلتك طبعا يعني، ولك الشكر في ذلك يعني. النهاردة أستاذنكم نتكلم على مفهوم الرحمة، فضيلة الرحمة والتراحم، لأن أكيد كلنا في أمس الحاجة لي في بيوتنا في شغلنا في مجتمعنا في العالم كله حتى يعني. يمكن النهاردة مولانا واحد من الأخبار اللي قريناها بخصوص لقاحات كورونا أن تم توزيع 3/4 لقاحات كورونا اللي أنتجت في العالم على 10 دول بس، هي اللي خدت 3/4 لقاحات كورونا بس، يعني رقم مفزع، في حين ان في 186 دولة بتصارع عشان يعني تلاقي او تجد او توفر لقاحات كورونا لشعوبها. فاعتقد ان احنا في امس الحاجة كبشرية بصفة عامة لمفهوم التراحم، فارجو من فضلتك القاء الضوء اكتر، تعلمنا اكتر يعني ايه رحمة، يعني ايه تراحم، هذا المفهوم ازاي الشرع قدر هذا المفهوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إذا أردنا أن نخاطب الآخر وأردنا أن نخاطب أنفسنا وأردنا أن نخاطب الجميع، فإننا نبدأ بالأهم، نبدأ بما يعبر عن أنفسنا. فالذي بدأنا الله به في قرآنه بسم الله الرحمن الرحيم، وكما قلنا مرارا إنه كرر هذه الصفة لنفسه سبحانه وتعالى، وكان يمكن أن يبدأنا بسم الله فيكون ذلك على سبيل البركة أو على سبيل الإيمان بتلك القضية الكبرى أن لهذا الكون خالقا، أو يكون ذلك على سبيل الطاعة والعبادة إلى آخر ما هنالك بسم الله. لكنه قال بسم الله الرحمن، فوصف نفسه أول ما وصف بذلك المبدأ الأساسي في هذا الخطاب ابتداء وقبل كل شيء، وهو باب كل شيء، وهو الرحمة. وكان يمكن أن يقول بسم الله الرحمن، لكنه لم يقل، لأنه هناك صفات جمال وهناك صفات جلال، وكان أيضا من الممكن أن يبدأنا بسم الله الجبار المتكبر، بسم الله الرحمن المتكبر شديد المحال، لكنه لم يفعل، وإنما قال بسم الله الرحمن الرحيم. الله، كأن الأمر الذي هو بداية كل شيء ونهاية كل شيء هو الرحمة، وأنه التمسك بالرحمة والبناء على الرحمة هو مبدأ أساسي وركن ركين في هذا الخطاب الرباني ما بين الإنسان وربه، وبين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان وكونه، وبين الإنسان والآخرين. الرحمة مفهوم عجيب
هو أساس هذا الدين، حتى إنه بعد ذلك وهو يقول عن نفسه كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب يعني كأنه فرض، ما لا أحد يستطيع أن يفرض على الله سبحانه وتعالى شيئا، ولكن وهو القوي ذو الجلال، لكنه هو فرض على نفسه الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. تخيل كلمة شيء، هذه شيء، هذه تطلق على كل الموجودات صغرت أو كبرت، الجماد شيء، الحيوان شيء، الإنسان شيء، الكون بما فيه من مكونات هو شيء، والله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة وسبقت رحمته غضبه، وكتب الإحسان على كل شيء بتلك الرحمة. حتى وإحنا مسيئين يا مولانا، يعني حتى والناس مسيئة، حتى والناس بتعصي، حتى والناس حتى غير بعضهم غير مؤمن، برضو ما زالت رحمة ربنا بتتنزل على البشرية على كل شيء. قالوا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، أما الدنيا فهو يرحم المؤمن والكافر والملحد، ويرحم لأنه خلقته وهو يحب خلقته، فالله سبحانه وتعالى يحبنا ويرحمنا ونحن في رحمة الله سبحانه وتعالى بصورة دائمة. وهذا التكرار يبين مبدأ تلك العلاقة بل ومنتهاها، الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وهو يبدأنا بذلك ويجعل القرآن رحمة، ولكنه أيضا يجعل رسول الله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا شيء مذهل، أن يجعل كلمة الله سبحانه وتعالى رحمة، وأن يجعل سيدنا صلى الله عليه وسلم رحمة، وليس للمسلمين وليس للبشرية وليس للجماد ولا أبدا للعالمين، يعني أيضا هو جاء رحمة حتى لهذه الأكوان. إذن فمبدأ الرحمة مبدأ عجيب غريب، قد يكون كثير من المسلمين لا يفهمونه، لأن هذا هذا التوغل للرحمة في دقائق الأشياء وإحاطة الرحمة بكل ما هنالك من الرحمن سبحانه وتعالى شيء مذهل وشيء مبهر طبعا في هذا الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم يأتي دور المسلم الواعي الفاهم. علماء الحديث عندهم حديث اسمه حديث الأولية. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه هو أول ما نتعلمه على يد المحدث، يعني المحدث يجلس ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن دي البداية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر. فيعني شوف الحديث عامل إيه، كل أمر لا يبدأ ببسم الله اللي هو علمهنا بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. فنبدأ الأكل بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ اللبس بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ أفعلنا وتركنا وكل ما في حياتنا نبدأه بتلك البسملة المباركة المذهلة التي ترسل هذه الرسالة. طيب، فكان المحدثون أول شيء يعلمون إياه إيه؟ أول ما نجلس ونقول له أنا عايز أتعلم علم الحديث على فضيلتك، قم يعلمنا هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، والذي سمي بحديث الأولية لأنه أول حديث نتعلمه. هذا هو الباب الذي سوف ندخل منه إلى الدين كله. هذا هو الفهم الذي لما فقده بعضهم
أصبح متطرفا وأصبح مفسدا وأصبح قاتلا وأصبح تكفيريا وأصبح انتزعت منه الرحمة لأنه لم يدخل من الباب صح. دخل بعد الهدم لا بعد البناء، لم يفتح له الباب حتى يدخل إلى هذا الشيء العظيم الذي يسمى بالدين. ما هذا الحديث الذي يرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله. وفي رواية يرحمكم من في السماء بضم الميم، واحدة بسكون الميم والتانية بضم الميم. هتفرق ايه لغويا يا سيدنا؟ الاولانية بتاع الضم لما نسكن يبقى ده شرط. اذا رحمتم من في الارض يا جماعة ربنا يرحمكم. لو ما رحمتش يبقى ربنا بقى هيحاسبك. فارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، دي بتاعت السكون لما نسكن الميم، لانه ده اسمه جواب الشرط. يعني اذا عملت كده هديلك ده صح. اذا ما عملتش مش هديلك. لكن بالضم بقى شوف كمان العلو وشوف الفضل، شوف الخير بقى اللي جاي. ارحموا من في الارض، يعني لو سمحتم ارحموا من في الارض. يا رب ارحمهم، يعني بيدعي لهم بالرحمة. فدعا بالرحمة للي رحم واللي ما رحمش. يرحمكم من في السماء، يعني يا رب ارحمهم يا رب. فلما ربنا يرحمنا احنا هنرحم الخلق برضو، يبقى كأنها منفعة. وتاب الله عليهم ليتوبوا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني ربنا بيهدي، ربنا جميل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقعت في الدرس الحديثي محل البسملة، كما أن البسملة في الفاتحة وهي أول سورة في القرآن الكريم بدأت بأول آية في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، وتكررت مع كل سورة صحيح. كذلك أول حديث وسمي بالأولية في الدرس الحديثي في نقل سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي إذا أردت أن تفهمها، إذا أردت أن تأتي بمفتاحها، يبقى هو اسمها الرحمة. المفتاح صح. اسمه الرحمة، من الكتاب والسنة، من مدخل الدين هو الرحمة. هتدخل بقى على كل حاجة. ما هو بسم الله الرحمن الرحيم مدخل القرآن صحيح. والرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وشوف الكلام، ارحموا من في الأرض. كلمة من يقول لك كنا بناخدها في إعدادي إنها تفيد العاقل، ولكن بعد كده لما كبرنا ورحنا الكلية وقرينا ابن عقيل على الألفية قال لك دي في بعض الأحيان تفيد العاقل زائد غير العاقل. غير العاقل اللي هو إيه؟ الكرسي اللي أنا قاعد عليه، الجلابية اللي أنا لابسها، المبنى اللي أنا فيه ده هو الطوب ده والسقف الأرضية، يعني العالم من حولي، يعني عالم الأشياء يدخل في من برضو، بس دي للعاقل. قال ما هي تستعمل للعاقل مع غير العاقل، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. ما في السماوات ما لغير العاقل لأنه يدخل فيها العاقل، ومن للعاقل غالبا لكن يدخل فيها أيضا غير العاقل. كله بيسجد لله. فارحموا من في الأرض دي مش خاصة فقط بالإنسان، ده خاصة كمان بالكون بما فيه من حيوان. ودخل رجل الجنة في كلب وجده عطشان، فقال لقد بلغ بهذا العطش كما بلغ بي. فنزل البئر وعبى مية وسقاها للكلب فدخل الجنة. يعني هو كان عاصي وكان كذا، فربنا تجاوز عن معصيته ونظر إلى هذا الجانب من الرحمة. إذا كان ربنا يدخل الجنة
على معاملة الحيوان معاملة رحيمة. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يدخل الجنة إذا ما عمرنا الأرض بالزرعة، يقول إذا جاءتك الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، الفسيلة دي حاجة بنزرعها عشان تطلع وتنبت نخلة، تنبت زرعة، تنبت حاجة زي كده، فيقول فليزرعها. طيب ما هو الساعة جاية هي وهتدمر كل حاجة، وأنا مالي، دي مش شغلتي، مش أنا ماليش تدخل، أنا هغرسها حتى لو أنا شايف آخر الشارع إن الساعة جاية هي والدمار جاية هو ونهاية البشرية ونهاية الكون جاي، أزرعها ابتغاء وجه الله. هذا المفهوم هو اللي هيبني إنسان الحضارة، وهو الذي لما فهمه الناس دخلوا في دين الله أفواجا. لماذا دخل الناس هذا الإسلام؟ لأنهم انبهروا بذلك المبدأ. فلما يجي بقى عندك اختراع يقي من كوفيد 19 ولا من كورونا، وبعدين أجعله احتكارا على 10 دول، يبقى أدي الفرق ما بين المبدئين، وأدي الفرق ما بين المنهجين، وأدي الفرق ما بين العقليتين. نعم. فالدكتور أنا أساسا فضلتك تخرج لفاصل، وبعد الفاصل نتناول مفهوم مهم حضرتك تطرقت إليه منذ قليل، وهو فكرة أن أنا أكون رحيم بنفسي. الرحمة أن أنا أكون رحيم مع نفسي، إزاي أكون رحيم مع نفسي؟ فمحتاجين تفسير من فضلتك لهذا الأمر المهم. نستأذنكم بعد الفاصل، أرجوكم خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية، برحب بيكم وبرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. فالدكتور برحب بحضرتك مرة أخرى، وشاكر جدا لفضيلتك على ما سبق في الفاصل الأول، وعلمتنا مفهوم الرحمة وأشكالها وأبعادها، وزي هي المدخل سواء في القرآن الكريم في بسم الله الرحمن الرحيم، أو في السنة النبوية المشرفة في الحديث الشريف الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الآن فالدكتور حضرتك قبل الفاصل قلت لنا مفهوم إن أنا الرحمة في التعامل مع الآخر، الرحمة في التعامل مع المختلف معايا، مع الجمادات حتى، وأيضا حضرتك ذكرت وتفضلت بالرحمة مع النفس. يعني إيه الرحمة مع النفس؟ يعني ما تضيعش على نفسك الثواب، ما تضيعش على نفسك الفرصة، ما تضيعش على نفسك النجاح الكامل. كانوا يقولون وإحنا صغيرين كده بنمتحن، لما يجيلك الامتحان 3 أسئلة وإنت عارفهم وهتنجح من كتابة سؤال واحد، اوعى تسيب السؤالين، لأنه ده تكون زاهدا في الخير. كلمة زاهدا في الخير دي هي مسألة سلبية، إن أنا أبقى مش عايز الخير، يعني أنا زاهد في الخير. لا، جاوب على 3 علشان تجيب 100%، لأنه ما يكفيش إن أنت تجيب 50-60% وبس. لا، ده درجة النجاح عند الكمل 100%. فلا تظلموا أنفسكم بإيه؟ بإنك تترك الخير، بإن يبقى عندك فرصة لعمل الخير وما تعملوش. فيبقى إذا لابد الإنسان أن يرحم نفسه، يرحم نفسه يعني بالالتزام، ويرحم نفسه يعني بالطاعة، ويرحم نفسه يعني بالعمل الصالح اللي بيتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى. جابر بن عبد الله الأنصاري يروي عن سيدنا صلى الله عليه وسلم حديثا أخرجه الإمام البخاري في صحيح. هذا الحديث حديث برضو أيضا أنا بنبهر بالأحاديث اللي فيها تلك المعاني وتلك الأخلاق السامية التي تغير وجه الأرض. فيقول في سيدنا صلى الله عليه وسلم رحم الله، أو بدأ بالرحمة وربنا هيرحم، وبيقولنا أنه هو هيرحم الراحمين،
طب مين هم بقى الراحمين اللي هيرحموا؟ ما هو رحم الله رجلا. وعلى فكرة رجلا في اللغة العربية تشمل الرجال والنساء، يعني مخلوقا، يعني إنسانا. ولذلك ما فيش في اللغة العربية إنسانة، هو الإنسان بيطلق على الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى. رجلا سمحا إذا باع، يبقى السماحة في البيع نوع من أنواع أني برحم نفسي، وبالتالي بستجلب بنفس الرحمة من الله. تمام. وإذا اشترى سمحا إذا اشترى، يعني مسامح، يعني في فضل، في عطاء، في حب. ولذلك قالوا إن المحبة تتولد من الرحمة. لما جم يبحثوا هي المحبة الأول بينتج منها الرحمة، ولا هي الرحمة الأول اللي بينتج منها المحبة؟ بعد البحث وكذا إلى آخره اتضح إن الرحمة ده خلق أساسي عشان يتولد منه المحبة التي هي العطاء. رحم الله رجلا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. تخيل بقى إنه مش هلجأ إلى القضاء إلا وأنا مستعد للرحمة، للمسامحة، إن أنا أرحم نفسي. تخيل لو أننا تخلقنا بهذا كيف يكون حال القضاء عندنا، وأن الإنسان عندما لم يرحم نفسه فلم يكن سمحا في تقاضيه، بل إن في بعض الأحيان يضطر حتى ينال حقه إنه يكذب والعياذ بالله تعالى. يعني حاجة ديكت يقول لك لا أنا مش هكذب، أنا هتمسك بطلب حقي، ولكن هناك في مسامحة، في تراضي، ويقولوا التراضي قبل التقاضي. فشوف شوف الإنسان ده الذي إذا باع كان سمحا، وإذا اشترى كان سمحا، وإذا تقاضى كان سمحا. لما هيعمل ما، على فكرة البيع والشراء ده بيمثل شيء مهم جدا في حياتنا، لأنه بيأتيني بالضروريات. هجيب الأكل منين؟ هجيب الشرب منين؟ هجيب الدواء، كل العلاج، اللقاحات، والدواء هجيبه منين؟ بالبيع والشراء. طب كن سمحا في هذا البيع والشراء، هيحصل خلاف بينك وبين أحدهم، يبقى كن سمحا في هذا التقاضي. هذا الخلق إذا تمكن من الإنسان فرحم نفسه، هيرحم نفسه مع زوجته ومع أولاده ومع جيرانه ومع من حوله في نطاق العمل. طب فالدكتور، الناس، بعض الناس تعتبر هذه الرحمة ضعف، الرحمة دي بيعتبروها ضعف، أو يعني الدنيا حوالينا والمجتمع ونفوس الناس بتقتضي لازم لا، اللي يجي تحت إيدي لا، أنا آسف في اللفظ أو في التعبير، أسلخه، يعني ما يعديش من تحت إيدي بالسهل. في ناس بتفكر كده، في هذه هي المشكلة يعني التي نقع فيها. هذا الشخص مخطئ، هذا الشخص لم يعرف الرحمة، وهناك بقى مصيبة أخرى، وهي أن كلمة الرحمة في اللغة العربية على ما فهمناه منها، خلي بالك ربنا وصف نفسه بالرحمن الرحيم، هو ما وصفش نفسه بالضعف، ده هو قوي وهو عظيم، الرحمة قوة، وهو جبار ورحمن رحيم. لكن الرحمة لما تقراها في الإنجليزية والفرنسية وكثير جدا من اللغات، ستجدها أنها كأنها شفقة، كأنها فيها ضعف أيضا. فاللي عنده هذا المفهوم يبقى إذن هو بيفكر بغير العربية، أن الرحمة لما جينا نترجم معاني كلمات القرآن في بسم الله الرحمن الرحيم، ميرسيفول دي الإنجليزية ما هياش قصاد الرحمة.
دي قصاد حاجة اسمها الشفقة، العطف، شيء من هذا، ولكن ليست هذه الرحمة التي تولد الحب، هذه الرحمة التي هي عن قوة، هذه الرحمة التي هي أساس العمران البشري، مختلفة. ولذلك كل شوية نجد الترجمات بتاع بسم الله الرحمن الرحيم تختلف، محاولين أن نشرح هذه الرحمة بمعناها العربي وليس بمعناها المعجمي، أن كلمة رحمة في القاموس الإنجليزي كذا نحطها مكانها، لا. فإذن الذي يعتقد أن الرحمة ضعف وأنه لابد من الجبروت ولابد من الانتقام وأنه لو كان رحيما لكان ضعيفا، هذا لا يفهم شيئا إطلاقا للدرجة. هذا هو ضد كل ما علمنا إياه ربنا وعلمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عن أبي هريرة فيما رواه الترمذي يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. خلي بالك يا أخينا اللي انت فاكر ان الرحمة ضعف، خلي بالك، اذا لم تكن رحيما فأنت عند الله شقيا للدرجات. وكلمة شقي قد تطلق شقي، وشقي دي معناها ايه؟ شقي دي ضد طيب، وضد حاجة تانية، وهي أنه ليس من السعداء بل من الأشقياء. تعيس. الأشقياء ده يعني محكوم عليهم بالتعاسة. فهو يا إما أنه إلا من شقي يعني شخص شرير، أو من شقي يعني تعيس وبئيس. فليحذر أحدنا من أن يضيع على نفسه كل ذلك الفضل، ولا بد عليه أن يتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى الذي في عليائه وقوته كتب الرحمة على نفسه. فالدكتور، نصيحة حضرتك توجهها لنا عشان نرقق قلوبنا، يعني حتى اللي قلبه طبيعة شخصيته إن قلبه تقيل رائد، ما يعني ناشف شوية مش لين، حضرتك تقول له يعمل ايه عشان يرقق قلبه ويبتدي يدخل الرحمه، يروي قلبه بالرحمه ازاي؟ سيدنا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ايضا عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان رجلا دينا، عبد الله بن عمرو بن العاص ده كان يصوم يوما ويفطر يوما الى ان مات فوق 80. عبد الله بن عمرو بن العاص دفن في مسجد أبيه اللي هو مسجد عمرو بن العاص، هتجد على شمالك في القبلة لما تدخل مسجد عمرو على شمال القبلة هناك كده في قبر، هذا هو قبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى عن سيدنا حديث يمكن أن يكون مفتاحا للسؤال الذي معنا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، أخرجه الترمذي. الحديث ده فيه تدريب على الرحمة، فكان النبي عليه السلام يأمرنا أننا إذا رأينا يتيما وضعنا يدنا على رأسه إظهارا للمحبة، للود، لأني أعطيه دفعات من الحنية، من الحنان، كنوع من أنواع منتجات الرحمة. فبنقول طيب إزاي أرقق قلبي أكثر من محاولة إنتاج الرحمة؟ زي إيه؟ التبسم في وجه أخيك صدقة، أهو ده من منتجات الرحمة. عندما ألقى يتيما فأضع يدي على رأسه وأحتضنه كده وطبطب عليه، أهو دي من مقتضيات الرحمة أو من نتاج الرحمة، الحاجات اللي الرحمة بدي. عندما أظهر الحب: من أحب أخاه فليأته بيته وليخبره أنه يحبه. فهذه من منتجات الرحمة، الحب من منتجات الرحمة. يدرب نفسه على أن ينتج من هذه الصفة، فيجد نفسه قد تخلق بهذه الصفة
وهي صفة الرحمة. المنتجات طبعا كثيرة طبعا. والمنتجات يعني ما أكثرها، وهو يقول والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. يدرب نفسه على هذه الأخلاق الكريمة التي هي من منتجات الرحمة، فيرى نفسه رحيما في نهاية الأمر. فالدكتور يعني أستاذن حضرتك في اللقاء القادم السبت القادم بإذن الله نستكمل في هذا الحديث الشريف، يعني الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والرحم الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. ودي واحدة من المخرجات أو من نبتة من النباتات التي تخرج من الرحمة وهي الرحم. أساساً فضلتك يعني نتحدث حول الرحم كجزء اشتقاق من الرحمة، ولماذا وضعت في هذا الحديث أن جاءت الرحم أنها فرع من الله سبحانه وتعالى، من وصله وصله الله ومن قطعه قطعه الله، أن جاءت في هذا الحديث الشريف بالذات، واللي حضرتك تفضلت وقلت لنا أن هو ده مفتاح الأحاديث النبوية الشريفة. أساساً حضرتك يعني يكون لقاءنا القادم بإذن الله محور الرحم يعني. هذا نعم إن شاء الله، وهو حديث يهتم بالاجتماع البشري صحيح، الذي عندما نسيت فيه هذه المعاني لاقينا المشكلات. نعم، شكرا جزيلا لفضلتك على هذه الخواطر الطيبة والمباركة. شكرا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة، شكرا جزيلا لحضرتك، ونشوف حضرتك إن شاء الله بأتم صحة وبأتم عافية، وبتمنى لحضراتكم إن شاء الله يعني حياة سعيدة يبقى ملأها الرحمة والتراحم ما بيننا جميعا مع أنفسنا ومع الآخرين ومع الكون حتى ككل، زي ما تعلمنا من فضيلة الدكتور. بشكر لحضراتكم طيب المتابعة، تصبحوا على خير، إلى اللقاء.